كنت معايا 7 عيال وكنت شغال قهوجي، وبعدين جبت شوية جهازات لبنتي فمقدرتش نسدد مقدرش نسدد الإيجار. يا صاحب الشيك راح اشتكيني ب4 شيكات على بياض. لما اشتكاني ب4 شيكات خدت 6 سنين كوامل، ما طلعش بالربع ولا النص، ما حدش ساعدني الا ربنا. طلعت من السجن لقيت مراتي اللي هي معايا 7 عيال منها متطلقة ومتجوزة. فسيادتك طلعت لقيت ال3 عيال الصغيرين اللي معاه اللي سايبهم مع أمهم بعد ما طلعت واتجوزت، رمتهم لأختهم حنان. بعد كده حنان جوزها بيقول لك أنا أكل عيالي ولا أكل عيالك، راح مطلق بنت حنان. نزل سيادتك لقيت ال3 عيال ولا جلبت في الشارع ولا حد مساعدني ولا حد، فأنا عاوز مأوى تساعدني أنا وعيالي. بس سيادتك أنا عاوز أي حتة تساعدني أنا وعيالي ننام فيها. معايا 3 عيال. حضرتك كنت شغال فين؟ أنا كنت شغال أهواجي سيادتك. فيوم شغال وخمسة لا، جا اشتكاني صاحب الشيكات. كاتب علي شيكات على بياض وكل شيك ب70,000 جنيه. فرحت محبوس، خدت من 19/11/2007 من 19/11/2013. طلعت لقيت عيال نايمين في الشارع واختهم وجوزها بيقول لها انا اكل عيالي وانا اكل عيالك، راح مطلقها الثاني اللي حنان الكبير كنت جايب لها الجهاز. طلعت لقيت عيال امهم متجوزه في السويس، وطلعت لقيت عيالي في الشارع. خدت عيال وحنان دلوقتي قاعدين، يعلم ربنا لو جيت لفت عرب راشد سيادتك تلقاهم قاعدين على الشارع. انت رحت الهيئه الحكوميه؟ رحت لسيادتك وكاتب شكوى للسيسي والسمو ده اللي هو بتاع محافظه القاهره، قال احنا ما عندناش شقق. انا اجيب لك منين شقق؟ وهو صورت ورق معايا بتاع السيسي اهو. وبعت شكوى برضه في الاخبار برضه قال لك ما عنديش شقق. وكل ما نروح حته سيادتك المحافظ يقول لك ما عندناش شقق، احنا ما عندناش شقق. فدلوقتي مش عارف نعمل ايه، ومفيش حد تأوينا لو 3 عيال الاطفال. فالرجاء من ستة.